الدعم والأصوات موجهة نحو أردوغان. صحيفة فاز الألمانية: لم يحدث من قبل أن صوت هذا العدد الكبير من الأتراك. في ألمانيا انتهت عملية تصويت الناخبين الأتراك والتي بدأت في 27 أبريل نيسان الماضي، انتخابات 14 مايو. ووفق الصحافة الألمانية، أظهر المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الدول الأوروبية اهتماما كبيرا بصناديق الاقتراع أكثر من أي وقت مضى. وكتبت صحيفة فرانكفورتر فاز، وهي إحدى الصحف الألمانية الشهيرة، أن حضور الناخبين الأتراك كان قياسيا هذه المرة مقارنة بالمرات السابقة. وقالت في خبر لها إنه في استطلاع أجرته أظهر أن الأغلبية تأيدت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي هذا في وقت وصلت فيه وثائق أصوات الأتراك في المهجر إلى تركيا. وفق الجهات الرسمية فإن الأصوات لن تفتح إلا يوم 14 مايو الذي يوافق الأحد القادم. وسجل أن نسبة الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج والذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصلت إلى مستوى 53%. كما تفيد المعلومات أنه حتى يوم الانتخابات في 14 مايو يمكن إجراء التصويت في البوابات الحدودية والموانئ والمطارات. ووفقا لسفارة التركية في برلين، أدلى 732 ألفا من أصل 1.5 مليون ناخب مسجل في ألمانيا بأصواتهم مساء الثلاثاء الماضي، وبلغت نسبة المشاركة 48.8%، وهذا يزيد بثلاث نقاط عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2018 والتي كانت نسبة المشاركة فيها بألمانيا 45.7%. وأكدت فاز الألمانية أن غالبية المستطلعة آراؤهم من الناخبين الأتراك يميلون للتصويت للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. كما ذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي حصل على ما يقرب من 65% من الأصوات في انتخابات 2018.